وصراحة يعني الشد والجذب في الأرقام قاعدة تستمر يوم بعد يوم. خلوني أتعرف معكم، وإذا بتسمح لي يا باضة تخويني وتمشي معايا. أشوف من الناس اللي بيخشون معي في منطقة البليقرو الستة أشخاص، وخلوني أبدأ مع بسام ونادر ومعجب. أهلا أهلا وسهلا على عجالة، يعني أنا ما أحب إني أخر ولا أحب إني أوتر، معاذ الله إني أوتر أحد فيكم. فأنت يا معجب عيناي تراجع القرية. تستاهل تستاهل. الضيف ما في أحد هناك، رديت عليك. نادر تستاهل وتطيب. نادر كيف تشوف رتمك في البرنامج؟ وين أبو علي أبو ثقة؟ ثقة الثقة؟ ثقة الثقة. المبروك، راجع القرية. الله يبارك فيك. بسام شيخ، كنت خايف اليوم وزودت نفسك نقاط. سلمان أتمنى أنك ترجع، أتمنى أنك ترجع. طيب بسام، تشوف نفسك داخل ولا برا؟ وضع تحت السيطرة. أنا أشوف أنك داخل، لكن داخل القرية. عبد المحسن ومحمد الشهري وفهد. فهد ضايق خاطره جدا ويقول أبغى تربه، وعشان فهد يقول أبغى تربه في حل سريع جدا انه يروح يتربه، ودام ان عندي شيء فبقدمه له. فهد نحتاج نعذبك شويه. المبروك، راجع القريه. محمد الشهري متخوف اليوم كثير ابدا، وخدموها اخوياه كثير، هو خدم كثير وهو يستاهل اكيد. فمحمد يعني انت يعني قرارك كان بمحله، لانك تخدم نفسك، لانك كنت تخوف وكان وضعك يخوف شوي. لكن اللي حاب اقوله لك يا محمد ان الف مبروك يا عبد المحسن، راجع. الله يبارك، تستاهل. وبالنسبه لك يا ابو جابر، والله ما خليها في خاطرك. الف مبروك، راجع. حلو حلو. استاهل ابو جابر، لك يلدلك يلدلك ابو ابراهيم. اطق بذا يطلعونك ابراهيم. يا حلو يجني والله ابدا، لا غلا ولا عدل. هنيئا لك ابو جابر على هذه المحبه، الله يطول عمرك، الله يزيدكم قبول جدا جميعا. عذرا. طيب ماجد ومشعل وجميل. ليه احد محطني معكم قمشين؟ ما سمعت الصوت. مشعل الاوتفيت اليوم حريقه حبيبي، يعني احس ان حرام على الاوتفيت هذا انك انت تكون داخل البليقرو صراحه. يعني بالله ايش رايك انت؟ والله على الطقم الصدق ما استاهلت. ما تستاهل صح؟ إيه. انا بعد اشوفك ما تستاهل. ماجد يستاهل؟ لا ما يستاهل. قول كلمه الحق. والله ما يستاهل. هذه كلمه الحق؟ نعم. شوف لانك صادق، الف مبروك رجعك للقريه. الله يطول في عمرك. الحمد لله. مشعل بسمع راي من جميل، يمكن هذا يعني راي خوف جميل حقد عليه اصلا. انا اشوف اسالك سؤال سم، هل الاوتفيت جميل اليوم ولا ما هو حلو؟ جميل لدرجه انه المفروض يطلع مع زياد يكون جميل. يعني كلمه الحق اللي قاعد تقولها. نعم صح، الله يبارك فيك. نسبه المصداقيه عن جميل جدا يعني ما عجبتني، عشان كذا انا حاب اقول جميل. ليش؟ ما ادري ليش؟ هاي كلمه الحق انها تستاهل تصف جنب زياد. جميل عتيبي اول الداخلين في محطة البليقرو. احنا السابقون نحن اللاحقون. متحسن على الدبه اللي ما جت يا عيال. باذن الله يتربى. انت لاحقني ان شاء الله عليك. باذن الله باذن الله. انت كل ما تجمعك ونام جنبك دخل بليك باذن الله بالله باذن الله ان شاء الله خالد انت معنا ولا معترك عليك سالت ان شاء الله انك راشد ان شاء الله ما نرجع لكم نقول ان شاء الله ان شاء الله انك راشد. طيب جميل باذن الله. الاسم الاول معي في البليقرو، شرفني جدا في هذه المحطه. الله يبارك والله اللي سلمنا على زياد. يمكن ما تكفى يا ابو قشران. تكفى في ايش؟ دقيقة يا شباب الصوت. يوصل واحد الصوت. جميل يطلب طلب. تكفى معي ما اقدر. تطلب طلب وش هو؟ انه يكون معي الشخص اللي جنبك ذا. مشعل؟ اي نعم. مشعل تبي تروح؟ اكيد لا. اكيد لا؟ اكيد لا. خلاص. ها مشعل القحطاني. انا ما اعلنت صح؟ والله باقي. يمكن نسيت؟ ها؟ يمكن نسيتك ولا شيء؟ انت ناسيني من يوم دخلت يعني صح ما ادري ايش والله مشكله. طيب مشعل خلك منسي شويه. طيب لا 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 دق الحديد وحامي. لا 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 خلك منسي. انا بروح اشوف نواف وسعود محمد ال دنعه، الثلاثه هذول يعني انا اعتقد ومتاكد ومتيقن ان فيهم واحد هو في البليقرو بيكون ثاني اسم اليوم. من هو سعود؟ ايه خلاص خذوه البليقرو. متاكد انك بليقرو؟ انت قايل له قبل. اي بس يمكن بعد الكشوفات الحظ. اي لا لا ان شاء الله لا ماني بليقرو ان شاء الله. يعني كيفك هي الشغله. اوكي. اكدوا لي بس من اللي فيهم لاني انا متاكد ان في واحد فيهم بليقرو. بس يا اخي معقول ان الخصم اللي وداه او خلاه يجيب مصر هو اللي دخل البليقرو؟ لا ما صدق. ما صدق. نواف ليش سويت الحركه ذي؟ ليش رحت ناديت مستر؟ والله نواف دقيقه معلش تدري انك كنت بليقرو اول؟ ها؟ كنت بليقرو قبل الحركه هذه كلها؟ لا ما كنت ادري بس اني انا اعطيك ذا الحين معلومه انك كنت بليقرو. طيب والحين؟ ايوه وش بتكون؟ ان شاء الله بيقول للاسف انك انت يا حبيب قلبي يا نواف ما ادري نسيت جاني نسيان كذا. افعلها واخلصك. افعلها واخلصك؟ يعني ما اقعد اطفشك واقروشك؟ والله يعني جاك ضعف نظر من التوتر؟ اي والله. خلاص مبروك راجع القريه. قوموا يا ابو عيد. جزاك الله بالخير. كل اسبوع يلا يا شباب عشان الوقت. نواف شباب انا اتمنى بس اتمنى امنيه يعني في اي اعلان لا احد يقوم ولا احد عشان الوقت ولا يا سعود؟ يعني انا الان الحين بعد شوي انا بعلن انك بتدخل تمام؟ الله يطول عمرك. اسمع اصبر بعد شوي انا اتمنى انك يعني اذا اعلنت انك تدخل داخل انا ما ابغى احد يقوم يسلم عليك. لا لا اصلا بطبق عطوا خلاص كل واحد ابغاكم تقول لهم كل واحد يدعي. اجلسوا يا شباب ادعونا الله يوفقنا جميعا يا شباب. صح يا ابو دنعه؟ اي لا حبيبي خلاص يلا نسوي بروفه. يلا بسم الله. يلا ثاني الاسماء الداخله معي. الله يطول عمرك شكرا. ثاني الاسماء الداخله معي سعود الحوشان. عوافي يلا يجي اصلا اذا ما قدر يجيني من فوق كذا. البروفة حلوة. لا تفضل. لا لا البروفة حلوة جدا. سعود قلت لا احد يقوم ما حد قام. بس انا اشك انكم تكرهونه. ولا؟ لا لا والله محبوب بالعكس انا زي معكم. عطني محمد تبغى قصيدة بعد انجليزي؟ عطنا قصيدة. إذا قلت قصيدة ما دخلتك. I am sorry I am here because I am star. سلام الله. يلا شباب صوت واحد مع محمد. I am here because I am star. Star. Thank you studio very much. أبو عبد الله. المبروك محمد آل دنعة. زين. هلا. رجوعك القرية حلفت. ارعب يا ابو ضحيه. علي العساف ومحمد مفرح ومسفر السعدي. وعبد الرحمن العزيزي وصالح البلوي وعايض الحارثي. كم عددكم صار؟ ستة أشخاص. إذا قلت لكم 50% منكم بليقرو ثلاثة، تصدقوني؟ تصدقوني ولا ما تصدقوني؟ نعم. طيب عبد الرحمن، أنت تتمون على محمد المفرح مرة صح؟ تمون عليه جدا صح؟ لا. قول له ليش؟ ليش يمون عليه؟ قول له ليش سويت كذا؟ وش سوى؟ ليش دائما نشوفه داخل البليقرو؟ ليش؟ يعني متى النهاية؟ متى يا محمد مفرح يجي الأسبوع اللي ما تخش فيه البليقرو؟ الأسبوع ده إن شاء الله. إن شاء الله الأسبوع ده. الأسبوع هذا؟ طيب ودي إنك تقوم معي. وين؟ تقوم. الأسبوع هذا ما بتدخل بليقرو؟ لا إن شاء الله. قول ليه؟ ليه؟ أقوم بدري. تقوم بدري. أحضر فقرات. تحضر فقرات. مشارك. ولا انحشت ولا هرب جوال ومحافظ على الصلاة. توك صاحي وخاش بدون ما. اليوم تعبان. اليوم والله اني تعبان. حاب اقول لك يا محمد، رغم كل الاشياء اللي تسويها الا باقي في ملاحظات معينه وبسيطه، فعشان كذا انا اقول لك يا محمد مفرح، انت ثالث الاسماء معي في البليقرو. راجع يا مفرح، ان شاء الله. راجع ان شاء الله. السلام عليكم. عبد الرحمن وصالح وضعكم جدا سليم في البرنامج، انا اشوف يعني ماشيين على رتم جميل جدا، ولكن في بعض التعثيرات. صالح، المشاكل اللي صارت في الفقره انا اتوقع انها خربت عليك. والله ما اتوقع. انت قبل ما كنت بليقرو صراحه. قبل فقرة جاك تسريب صح؟ تسريب وش؟ مزحة برزحة. لا اعترف ولا ادخلك. من المعد اللي قال لك؟ بصراحة ما حد قال لي. مين اللي قال لك؟ ترى انا انسان، ترى اعرف كل حاجة. لا والله، ما حد قال لي، بس انا ان شاء الله اني واثق باذن الله بالنقاط. طيب من المعد؟ ولا انا بقول معد. والله ما في معد قال لي الصدق والله. طيب من هو، مخرج اللي قال لك ولا معد؟ وش حطها براسه باضة؟ يعني معد؟ لا والله ما في احد والله. حلو. طيب صالح، انا قلت لك انت كنت قبل ما انت بليقرو، لكن يعني آلت الامور بعد الفقره وبعد الاخطاء اللي صارت من فريق المقابل. ان الف مبروك، انت راجع القريه. حبيبي سهل الطيب، يا بادي. عبد الرحمن العزيزي، ما ودي اطول معاك، ودي تقوم معي. قوم 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 معي. ايوه. ف يعني انا استغربت صراحه منك صدق. وانا مستغرب من نفسي. مستغرب من نفسك؟ طيب ابغاك تسوي كذا، سوي كذا كانك رابع كاس. طيب سوي كذا كانك رابع كاس وقول الف، قول الف مبروك. رجوع القريه. طيب وقشران تخيل بالله عبد الرحمن كاسرين سيكلكم، خربين دخوليتكم، وباقي تبغاني ادخلك البليقرو. الله يرحم والديك، لكن عندي والله ما يطاوعني قلبي. جالك سالم، لكن عندي ذبيحه بستاذنك بس بروح ادبها. تفضل. الله يرحم والديك. الله يكرمك الجنه. امين. بعتبر نفسي معزوم. ابد، انت راعي محل ما يحتاج. عايض الحارثي، وضعك في السليم؟ طيب خلك دام وضعك في السليم. علي العسار، وضعك في السليم؟ في السليم. خلك دامك في السليم. مسفر السعدي، وضعك في السليم؟ لا ما تمشي، سبقك عكاشه. قم معي. انيق جدا يا مسفر، جميل جدا يا مسفر. كنت في البرايم الاسبوع الماضي، وافتح المايك عشان اذا رحت البرايم تروح بحمل خفيف. المايك شغال لكن ترى احيانا يطفى. بس ما ادري ايش صار الحين. طيب ايش صار؟ لو كنت اليوم يا مسفر ما انت بليقرو. يا سلام. لو كنت لو يعني تخيل لو، لان انا حتى لو ما هي خاشه مخي. لو كنت ما انت بليقرو ايش حاب تقول؟ حاب اقول الحمد لله على كل حال، ظروف مع عبد الرحمن. الحمد لله. اقول لك ما انت بليقرو. ما انا بليقرو، ظروف مع عبد الرحمن، وبساعد الحين في العشاء والذبيحه، نسولف مع الاذاعه، نبسط انفسنا، نبسط الجمهور. هذا اذا ما انت بليقرو. اذا ما انت بليقرو. واذا ما انت بليقرو. ما ادري بليقرو. اذا ما انت بليقرو. طيب كم في داخل؟ ثلاثة، بس إذا أنا بدخل مع الباب ده عندي قصتين تقول إذا بتسمع. طيب يمكن تطول معي داخل اللي ودك، شوف الوقت المناسب أنا تحت أمرك. أو عايزك تقول القصيدة بإذن الله. ودي أقولها من جنب. يا أخي أنت ليش واثق أنك بتدخل؟ ها؟ ليش واثق أنك بتدخل؟ ما أنا لا أقوم درعت إني عندي علم. هو يقول لي يمكن أن دخلك العلم ولا دخلك بعضه. هذه إذا عندك أنت العلم، أنا ما أدري عن أي علوم صراحة. أنا بكل أسف حاب أقول لك يا مسفر العنيق جدا، وسامحني خذيت نظارتك بعد رجعتها أنت رابع الأسماء معي في البليقرو. الله تشرفني وتنورني يا مسفر، تفضل. حزين يا نواف، حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير؟ ليش حزين؟ والله قول حزين وبس. ما عندي شيء اقول. وانت عساف حزين؟ يعني اشوف ان بغيث ما قصر سوحه، خليات وفداء. ما قصر بغيث، لكن حط يعني احيانا ممكن يكون ضدك. علي عساف ودي تقوم معي تجيني هنا، ومشعل القحطاني واحمد حنيف حنا بنجيك. ولا مشعل خلك وعايض الحارثي. عايض تفضل معي، تعال هنا عايض. والله يا عايض. لا انا بس. طيب لا انا بس. طيب تبغانا ندخل علي؟ والله لو الود ودي ما يدخل بعساف. طيب انا ودي ادخل. هذا ودك غالي برنامج، لكن ان كان يعني ودي انا ودي انه يقول. طيب لو اقول اختار واحد بكل امانه بينك وبينه، مين تختار؟ انا. لا والله صدق اللي يدخل. إيه؟ انا. لا والله ما يدخل. اي والله. وانت يا علي؟ والله ما يدخل. تدخل بداله؟ اكيد. لا والله ما يدخل بداله. واذا الاثنين ما تدخلون؟ نكون افضل. خير على خير. خير على خير صدق. طيب ايش رايكم معلومكم سوا ولا عن كل واحد لحاله؟ إيه سوا. عشان ياخذوا الفرحه كذا. سوا. طيب انا ابغى كل واحد الحالة، انا انسان خلاص. يلا مبروك رجوعك القريب. يحبونك الشباب صديقنا. اي يا اخوي كن الله يهديك. بس قول لي خوالك زهرين. عندي ام زهرانيه. علي. لا مع عايض ولا مش معاه؟ والله تبي الواقع يعني ولا ايه؟ الواقع انه للباب. اي ليش؟ في امر صار يعني انت عارف انك تستحق انك تدخل. مو استحقاق، لكن انا بعد حسبتي يعني واقعيه الامر، بس ان شاء الله ان كتب ربي امر. طب انت تدري ان قبل اتاكدوا بس، علي كان قبل الاخ كان بليقرو ولا لا؟ كان بليقرو علي؟ اي كان بليقرو؟ كنت بليقرو تصدق؟ بعض الحركه بعد الحركات اللي قبل شوي كنت. أيوة. بعد كل الحركات والخصومات سبحان الله يا علي، يعني حاب اقول لك انك تسوي كذا وقول الف مبروك هذه للباب. اني انا يا علي العساف، بليقرو. الله يبارك فيك. عاد زيد اسمعنا كذا، اسمعنا ترجع ان شاء الله. مشعل رجعت لك، ما نسيتك والله رجعت لك. مشعل باقي لي اثنين ادخلهم داخل، باقي انت واحمد وهادي. احمد مصاب مسكين، والله مصاب مسكين. وهادي انا هادي ودي يدخل الصدق، بس احمد ما ودي لانه مصاب، فهمت؟ من تختار فيهم يدخل؟ والله اعطيتك شيء ميزه، يعني انت اللي فرق بيني وبينك الان، الفرق اللي بيني وبينك الان الربيز، يعني انت اللي الحين اللي بتدخل واحد. اختار من راسي صدق من راسك والله. بدون بس تفضل، بس شوف اشكالك، لا احد يتعب بالله. شوف والله يا حرام حرام صح والله ما يحب. عشان حرام ودي انك تخبر. شوف الرجال ذا رجله الله يشفيه عافيه، الثاني ادنى ماله، الثاني قطفش خلاص. اختار يا مشعل، اختار الوقت ضدنا ذا الحين. واحد منهم عادي لو تختار عمري ولا ادخلهم يا ابو. يعني انت تدخل بنيتي. إيه. كفك، اعطيتك فرصه لكن ما تستاهل، فعشان كذا انا ما حقرب. 10 هادي، الف مبروك يا هادي. بس وين؟ قلت الف مبروك. قول لا اله الا الله حق رجل، لا اله الا الله. خلاص تقوم، تبغى تقوم؟ قم. قلت مين اقدر احقق؟ قم يا هادي، تعال. شوف الكاميرا اللي هناك، خصم عليها. شوف الكاميرا اللي هناك، شوف. قول ترى وليد كان بيرجعني لكني انا قمت. قولها وليد كان بيرجعني لكن انا قمت. يلا انت 5 الاسماء في البليقرو. احبكم جدا. اي والله. مشعل ترى احمد بليقرو، ها بس اني ابغى اغيره، ابغى احطك انت، ايش رايك؟ عادي ما عندك مشكله؟ ناخذ عادي. وعد؟ والله بدخل عادي. كان بيطلع؟ اي لا، بس انا قاعد اقولها الحين عشان بعدين لا احد يقول لي ترى احمد بليقرو وليد. لا انا اقول لك، انا بعد ادخلك بدال احمد عادي. تم، ما عندي مشكله. ما عندك مشكله؟ اي والله. بس يا اخي تعبان يا اخي، كيف يكون؟ احمد دخل مشعل بدالك؟ لا. طيب تقوم معي يا احمد؟ بتعبك. تقوم معي مشعل؟ روح تفضل. تفضل يا احمد. ولا لا تفضل، خليك مكانك. الاسم الاخير اللي بيخش معي في البليقرو احمد حنيف. صديقي